أخبار اليوم. قرارات المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي. كعادتها دائما في محاولة منها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أطلقت الخارجية الأمريكية فور صدور قرار محكمة الجنايات المصرية بإحالة أوراق مرسي وبعض القيادات الإخوانية، بيانا تعلن فيه عن قلقها البالغ من صدور أحكام بإعدام أكثر من 100 متهم. على الجانب الآخر، قامت الخارجية المصرية على المستوى الرسمي بالرد على هذه الادعاءات الأمريكية وتدخل السافر في شؤون الدولة المصرية. ولكن ما رأي رجل الشارع المصري على مثل هذه التدخلات؟ كل دولة عارفة ايه اللي بيحصل جواها، فهي يعني تبقى احسن لو هي مثلا ايه تتدخل في شؤونها هي، تسيب مصر نفسها في حالها، تدخلش في شؤوننا احنا. ليس لها الحق انها تتدخل في شؤون مصر. اي دولة، مش امريكا بس، اي دولة ملهاش تدخل خالص نهائيا. احنا القضاء المصري هو اللي شايف الصح بيعمله، ولا امريكا ولا اي دوله تقدر تتدخل في شؤون المصريين. هقولها في حالك. المفروض امريكا دي ما لهاش راي لينا خالص، ولا ليها راي علينا، ولا تخصنا في اي شيء. المفروض تخليها هي في حالها وما لهاش دعوه بينا ابدا. بس والمعونه اللي هي بيقولوا عليها دي احنا مش عايزينها اصلا. ومعدنا هي المفروض هي خليها في الشؤون بتاعتها. ما عندها اجرام وعندها مافيا وعندها كل حاجه، ما هي تحارب الارهاب اللي عندها. لا، ما لهاش دعوه بمصر ولا بتدخل في مصر ولا ليها دعوه بينا خالص. احنا جمهوريه مستقله، ما حدش ليه دعوه بينا في شؤوننا وفي امورنا، والسيسي هو اللي خاص بينا وبامورنا، ما حدش ليه دعوه بينا خالص. امريكا عايشه معانا هنا دي. أمريكا أساسا مش عايشة هنا عشان تفهم الكلام دوت. يعني الشعب هو ما هو شاف الدنيا كانت فيها إيه هنا وأخبارها والانفجارات وكل يوم اغتيالات وكل يوم دوت. ما هو ده من مين؟ ما هو منهم. ترد على لا، القضاء عندنا أنزه قضاء، أنزه قضاء. وطبعا الناس يعني دي الناس فاهمة والناس بتحكم وهي فاهمة عارفة بتحكم في إيه. لكن امريكا دي معلش يعني ما ليها مصالح مع الناس دي. قول لي، انا بقول لامريكا كده وش مالكوش دعوه بالشان المصري، احنا حرين، القضاء المصري حر في اي حاجه يعملها، واحنا واثقين في القضاء بتاعنا. والله ده شان داخلي، شان داخلي مصري خالص، ولا امريكا ولا اي دوله في العالم ليها ان هي تتدخل فيه. احنا دوله سياديه ولينا رئيس ولينا يعني شعبنا ولينا جيشنا، وامريكا ملهاش اي صله بينا. ما احنا مش مفتري علينا وجايبنا ورق، اللي هي امريكا لما اتدخلت في مصر وفي الاسلام وعملوا فينا كده، حسب الله ونعم الوكيل فيهم. لانه دي اصلا عاوزه ترجع الهيمنه الامريكيه تاني على مصر، مش هيحصل. زي ما قالها جمال عبد الناصر قبل كده، هنحارب بالشوم مش بالسلاح. فبمشيئه الرحمن اللي هم عاوزين يقولوه يقولوه. نقول لها احنا قلقين جدا من الحكم اللي انتوا اصدرتوه بالاعدام على المواطن اللي ارتكب الحادثه اللي هناك. لا خالص، احنا ما بنتدخلش في شؤون حد، واحنا لينا دوله ليها سياده وفي قضائنا من انزه واشرف القضاه اللي موجودين على مستوى العالم. احنا الناس كلها بتتعلم مننا. امريكا ملهاش ان هي تتدخل لا في احكام القضاء ولا في الشؤون الداخليه بتاعه مصر. احنا لينا سيادتنا، البلد ليها سيادتها، البلد حرة على فكرة في اللي هي بتعمله، البلد حرة كويس، عارفة كويس قوي القضاء نزيه، القضاء بيحكم بالعدل، القضاء عارف كويس قوي ايه هي الجماعات ديت وايه هم الاخوان. هي لو احنا كنا بنتدخل في اي حكم قضائي امريكي كان يبقى ليهم الحق ان هم يتدخلوا في احكام قضائنا. ما دام احنا ما بنتدخلش في احكام قضاء حد، يبقى قمه البجاحه ان حد يتدخل في حكم قضائي مصري، سواء بقى بسلب بايجاب، سواء نصف حد او ما نصفش، مع مين على مين ما تفرقش. لما قمه التبجح انهم يتدخلوا في حكم قضائي مصري او امريكا او غير امريكا. التدخل في الشؤون الداخليه المصري ده خط احمر. رايي ان امريكا ما لهاش دعوه تتدخل في شؤون مصر. كل الدول بقت نار دلوقتي، الدول العربيه بسبب اوباما.
طب رايك؟ بقول له انت رئيس فاشل. نقول كشعب كده وطني وخايف على بلده وخايف على مقدراته كويس جدا ومؤسساته، امريكا تتدخل في نفسها؟ امريكا لا يعنيها اصلا ان يكون في دوله اسمها مصر اللي هي دوله من دول العالم الثالث انها تنهض وترتقي ويبقى شعب مثقف جدا. انا عايز اقول لامريكا حاجه واحده بس، تخليهم في اللي هم فيه، يا ريت يشوفوا نفسهم هناك والدنيا اللي عندهم واللي حصل عندهم، خليهم في نفسهم بقى، ولا حقوق انسان ولا خلي عندهم هم الاول يقولوا حقوق انسان وبعدين يبقى يدوروا على كده على البلاد الثانيه. الله خليك في حالها، دي حاجه ملهاش دعوه بالقضاء المصري، ملهاش دعوه بالقضاء المصري، وخلي ايران وقطر يبعدوا بعد عننا، احنا الشعب المصري اعظم شعب على مستوى العالم كله. الناس دي مال الناس دي ومال شؤوننا الداخليه؟ احنا شؤوننا الداخليه احنا لما كنا لا مؤاخذه كده حد بيسالنا بحاجه؟ وبعدين احنا ما حدش لا عندنا حاجه، منعون ام امريكا. لا سيما في ضوء الحقيقة أن العديد من هذه الدول التي تدعي الديمقراطية هي نفس الدول التي تعتقل الأفراد لسنوات بدون محاكمة وبدون فرصة واحدة للدفاع القانوني وحتى بدون توجيه أي اتهامات وسط صمت دولي تقشعر له الأبدان. مصطفى سعد، أخبار اليوم.